ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله باب قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وهو في المحبة. وبعده ذكر باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، وهو في الخوف. والباب الذي يليه قال: باب قول الله: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولم يذكر بابا في الرجاء. نعم، يقول: ولم يذكر بابا في الرجاء، وذكر بدله باب في التوكل. لازم يذكر كل ما تريد، وذكر الأبواب المناسبة. نعم.